الرئيس السيسي يهنئ ملوك ورؤساء دول العالم بعيد الميلاد المجيد. مقتل 8 جنود إسرائيليين خلال معارك في قطاع غزة يرفع عدد القتلى في صفوف قوات الاحتلال إلى 158 قتيلا منذ بدء العدوان البري. وزارة الدفاع الأمريكية تتهم إيران باستهداف ناقلة مواد كيميائية قبالة سواحل الهند. العاشرة صباحا في القاهرة، نشرة إخبارية جديدة، أهلا بكم. بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية التهنئة إلى أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء دول العالم التي تحتفل بعيد الميلاد المجيد. وأعرب الرئيس في برقيته للقادة والزعماء عن أصدق تهاني وأطيب تمنياته بهذه المناسبة الطيبة، متمنيا لهم عيدا سعيدا مباركا وعاما جديدا يحمل الخير والرخاء والسلام لشعوبهم الصديقة ولجميع شعوب العالم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من غزالي عثماني رئيس جزر القمر الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي، توجه خلاله بالتهنئه لرئيس السيسي على اعاده انتخابه لولايه رئاسيه جديده، مؤكدا اعتزاز جزر القمر بالعلاقات الوثيقه التي تربط بين البلدين. من جانبه ثمن الرئيس السيسي الاتصال من اخيه رئيس جزر القمر، مؤكدا حرص مصر على استمرار وتطوير مسيره التعاون بين البلدين الشقيقين والتشاور والتنسيق المستمر بينهما لما يحقق مصالح الدولتين والقارة الإفريقية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التحول للطاقة المستدامة يعد أحد العناصر الأساسية لرؤية مصر 2030. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على جهود الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، حيث تم استعراض سيناريوهات إنتاج الهيدروجين ومحاور خطة العمل خلال المرحلة المقبلة على المستويين التنفيذي والتشريعي وإجراءات بناء القدرات الوطنية. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاستراتيجية تستهدف أن تصبح مصر إحدى الدول الرائدة في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون على مستوى العالم، وهو ما سيتيح توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الدخل القومي خلال الأعوام المقبلة، فضلا عن تعزيز خفض الانبعاثات بما يتفق مع الجهود الوطنية لحماية البيئة. وقد تناول الاجتماع في هذا الصدد وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد ببدء الحكومة في تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها وتوفير البنية التحتية اللازمة لها، مؤكدا أن التحول للطاقة المستدامة يعد أحد العناصر الأساسية لرؤية مصر 2030 ويعكس اهتمام مصر بالتنمية الشاملة، فضلا عن عوائده الاقتصادية التي تمثل إضافة حقيقية للتنمية الوطنية. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 8 عسكريين في قطاع غزة خلال الساعات الماضية، ليرتفع الرقم المعلن لعدد القتلى بين صفوفه إلى 158 خلال 58 يوما من المعارك البرية بقطاع غزة. من جانبها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد أكثر من 200 فلسطيني خلال 24 ساعة الماضية جراء قصف جيش الاحتلال المستمر في غزة. أكثر من 200 شهيد وما يقرب من 400 مصاب حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة الفلسطينية نتيجة الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة. وفي التفاصيل، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي مساء السبت منزلا في بلدة جباليا في شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الأشخاص غالبيتهم أطفال ونساء. وقالت مصادر طبية في شمال القطاع إن 12 شخصا جميعهم من النساء والأطفال
استشهدوا إثر القصف الذي استهدف منزل إحدى العائلات في جباليا البلد وسواه بالأرض، إضافة لعشرات تحت الركام. وأفاد الدفاع المدني في غزة بانتشال عشرات الجثث المتحللة في شوارع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وذلك بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منها. وفي مدينة غزة وفي شمالها شهد حي الشيخ رضوان والشجاعية غارات عنيفة استهدفت منازل المدنيين، واستشهد 6 أشخاص وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص. على الجانب المقابل، أعلنت المقاومة الفلسطينية قتل جميع أفراد 4 سيارات عسكرية إسرائيلية في كمين محكم بمنطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى من قطاع غزة. وأضافت المقاومة أن الاستهداف تم عبر تفجير حقل من العبوات مضادة للأفراد والدروع، مؤكدة أنه تم تدمير دبابة إسرائيلية هرعت إلى المكان بقذيفة، وتم استهداف قوات جاءت للنجدة والإخلاء بالمنطقة التي تم استهداف جنود الاحتلال الإسرائيلي فيها. وأعلنت المقاومة فقد الاتصال بمجموعة تابعة لها مسؤولة عن 5 من المحتجزين الإسرائيليين، ورجحت مقتل المحتجزين نتيجة للقصف الإسرائيلي العشوائي. هذا وتتناثر الجثث في شوارع خان يونس جنوبي قطاع غزة، ثاني أكبر مدينة في القطاع، بفعل العدوان الإسرائيلي الذي انتهك كل المبادئ الإنسانية. اعتداء على الإنسانية، ربما تلخص هذه الجملة شيئا بسيطا من عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على سكان قطاع غزة العزلة. أطفال ونساء هم أغلب ضحايا هذا العدوان الغاشم. إنه عدوان بلا رحمة أو هوادة، هدفه تدمير القطاع والقضاء على سكانه. هنا في خان يونس تظهر الصورة جلية تماما، جثث الضحايا في كل مكان جراء عدوان الاحتلال على ثانية كبرى مدن القطاع. أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإجلاء المزيد من المدنيين من خان يونس إلى مناطق أصغر في القطاع المحاصر، لتضاف مأساة النزوح إلى شقيقتها مأساة العدوان. الهدف المعلن من قبل قوات الاحتلال هو استهداف العناصر النشطة من حركة حماس، أما الهدف الحقيقي فهو إخلاء القطاع من سكانه، فلا مكان آمن في غزة. كما أن العدوان الإسرائيلي يوجد عقبات هائلة أمام توزيع المساعدات الإنسانية. عدد قليل من أهالي خان يونس ظلوا في المدينة وبقوا فيها وسط دمار هائل، هو حصيلة اعتداء على الإنسان قبل أن تكون مجرد حرب. قال أسامة حمدان عضو المكتب السياسي لحركة حماس إن عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي بلغ 21,000 شهيد. هؤلاء الثلاثة هم من الخمسة الذين انقطع اتصالنا بالمجموعة المشرفة عليهم، ويرجح لدى قيادة القسام أنهم قد لقوا حتفهم. لقد ارتقى حتى الساعة 21,000 أو يزيد من الشهداء، وجرح وأصيب ما يزيد على 56,000، أغلبهم من النساء والأطفال. وأكد حمدان أنه لا تفاوض بخصوص أسرى إسرائيل إلا بعد وقف العدوان على قطاع غزة. إننا نجدد هنا التأكيد أنه لا تفاوض بخصوص أسرى الاحتلال إلا بعد وقف العدوان، فإذا أراد هذا العدو وداعموه أسراهم لدى المقاومة أحياء، فعليهم أن يوقفوا عدوانهم الإجرامي على قطاع غزة. وإن قيادة الحركة تسعى بكل قوة وتصميم لوقف العدوان والمجازر على شعبنا بشكل كامل وليس وقفا مؤقتا.
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لم يطلب خلال اتصاله هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف إطلاق النار في غزة. جاء ذلك عقب إعلان البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي هاتفيا الحملة الإسرائيلية العسكرية في قطاع غزة بما في ذلك أهدافها ومراحلها. وأضاف البيت الأبيض أن بايدن أكد الضرورة القصوى لحماية السكان المدنيين بما في ذلك من يدعمون عملية الإغاثة الإنسانية، علاوة على أهمية تأمين إطلاق سراح جميع المحتجزين الباقين. ومن جانبه أعلن مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أوضح لبايدن أن إسرائيل ستواصل الحرب في غزة حتى تحقيق جميع أهدافها. وتواصل مصر بذل جهودها لضمان سرعة واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي غزة عبر ميناء رفح البري. وتحرص الدولة المصرية على استمرار فتح معبر رفح جنبا إلى جنب مع تخصيص مطار العريش الدولي لاستقبال شحنات الإغاثة الجوية القادمة من الخارج، وذلك للحد من الأوضاع بالغة التدهور التي يعانيها سكان قطاع غزة على نحو يتسق مع الموقف المصري الثابت في دعم الأشقاء بفلسطين. ومباشرة من معبر رفح ينضم إلينا مراسلنا حمادة العربي. حمادة، كيف تتابع دخول المساعدات الإنسانية لمعبر رفح؟ تحياتي إليك أحمد ولكل مشاهدي النيل للأخبار. بالفعل منذ الصباح وبدأ تدفق المساعدات بشكل كبير على معبر رفح المصري، دخلت ما يقرب من 138 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية، سواء كانت هذه المواد مواد طبية أو أدوية أو مستلزمات معيشية، إضافة طبعا إلى المواد الغذائية الجافة التي تدخل إلى القطاع بصورة مستمرة. هذه الشاحنات توجهت إلى معابر التفتيش سواء معبر العوجة أو معبر كرم أبو سالم. يمكن معبر العوج نتحدث عن تفتيش ما يقرب من 99 شاحنة، إضافة أيضا إلى 39 شاحنة في معبر كرم أبو سالم. ويمكن الشاحنات التي اتخذت هذه الإجراءات وتم التفتيش والموافقة على دخولها تتجه إلى معبر رفح لإنزال الحمولة الخاصة بها في المنطقة الوسطى وتسليمها إلى الجانب الفلسطيني، وتخرج من بوابات المعبر بعد أن تم تسليم محتويات تلك الشاحنات. وهذه هي الدفعة الأولى، هناك دفعة ثانية موجودة في هذه الآونة أمام المعبر في انتظار السماح لها بالدخول إلى المعبر. نتحدث عن ما يقرب من 40 شاحنة محملة بكل هذه المواد الإغاثية، ويمكن تحتل المواد الغذائية الصدارة في الشاحنات التي تتدفق إلى المعابر الخاصة بالتفتيش وخاصة معبر رفح. في الآونة الأخيرة تحتل المواد الغذائية الصدارة في هذه الآونة لمحاولة مساندة أهالي قطاع غزة لمواجهة الجوع الشديد والمجاعة التي من المحتمل أن يكون لها صدى سلبي للغاية على الأسر والمواطنين النازحين من أبناء القطاع. إضافة أيضا إلى ذلك دخلت ما يقرب من 6 شاحنات وقود منذ الصباح، 4 شاحنات منها محملة بالسولار وشاحنتان محملتان بالغاز لضخها أيضا ومساعدة يعني تشغيل عدد من البنى التحتية وخاصة شبكات المياه التي يمكن بعض منها ما زال قائما، وكذلك المستشفيات، إضافة أيضا إلى السيارات التابعة للمنظمات الدولية ومنها الأونروا وأيضا السيارات الخاصة بنقل المساعدات. يمكن أيضا السيارات الإسعاف التي يمكن لها دور كبير في استقبال المصابين الذين يأتون إلى المعبر، ما زال جزء كبير منها موجود أمام المعبر وجزء آخر في الداخل لاستقبال المصابين والحالات التي تأتي. يمكن أتحدث عن ما يقرب من يعني 10 إلى 20 حالة تزيد بعض شيء يتم استقبالها بصورة يومية، ويتم تسليم تلك الحالات بعد إجراء الكشوفات الأولية إلى مستشفيات العريش والشيخ زويد وبئر العرب. هناك تجهيزات مستمرة للغاية ومجهودات تبذل سواء أمام معبر رفح أو في مدينة العريش أو داخل مطار العريش الدولي باستقبال الطائرات التي زادت أعدادها لتتجاوز ما يقرب من 325 طائرة من مختلف دول العالم، ما يقرب من 50 دولة تساهم بقوة في دعم القطاع غزة بشكل
كبير وخاصة الأدوية والمستلزمات المعيشية والمواد الغذائية. نعم أشكرك حمد العربي، كنت معنا مباشرة من معبر رفح البري. وقد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية مدينة طولكرم من شمالي الضفة الغربية في ظل حملة القمع التي شملت مداهمة مناطق عدة واعتقال مواطنين في مختلف بلدات الضفة. بالتزامن مع عدوانه البري على قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال حملة قمع ومداهمات في الضفة الغربية، فاقتحم مناطق عدة واعتقل فلسطينيين وخرب بنى تحتية. جيش الاحتلال اقتحم مدينة ومخيم جنين شمال الضفة قبل أن تندلع اشتباكات مسلحة واسعة داهمت خلالها قوات الاحتلال عدة بنايات ومنازل في المدينة والمخيم. كما اقتحم جيش الاحتلال قرية دير أبو مشعل شمال غرب الضفة وأصاب شابين بالرصاص خلال المواجهات. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وتمركزت في المناطق الغربية منها وداهمت عددا من المنازل والمتاجر. وتشهد الضفة الغربية توترات كبيرة منذ نحو عامين، لكن قوات الاحتلال صعدت وفرضت أجواء الحرب على الفلسطينيين في الضفة منذ بداية عدوانها على غزة. كما اقتحم جيش الاحتلال مدينة أريحة ومخيمي عين السلطان وعقبة جبر وداهم العديد من المنازل، ثم اقتحم مخيم الدهيشة قرب بيت لحم ونفذ عددا من الاعتقالات. وتقتحم قوات الاحتلال الإسرائيلي المخيمات في الضفة بشكل يومي، والاقتحامات ليست قاصرة على المخيمات بل تطال كل مناطق الضفة. وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن قوات الاحتلال واصلت السبت حملات اعتقال الفلسطينيين بما في ذلك الأطفال، وبلغ عدد المعتقلين أكثر من 4600 فلسطيني منذ 7 أكتوبر. اتهم الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينا إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في الضفة الغربية سواء من قبل جيش الاحتلال أو المستوطنين المتطرفين. قصفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم محيط بلدة عيترون في القطاع الأوسط من جنوبي لبنان، ومساء أمس شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت منزلا في البلدة، وشنت طائرات الاحتلال أيضا غارات على منطقة الخردلي قرب مجرى نهر الليطاني جنوبي لبنان، كما استهدفت بلدة يارون ومنزلا في بلدة كفر كالا. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي من الاحتياط بعد إطلاق صواريخ من لبنان نحو منطقة المنارة في الجليل الأعلى، كما أعلن عن تعرض مزارع شبع لعدة قذائف صباح اليوم. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان لها أن طائرة المسيرة التي استهدفت ناقلة مواد كيميائية أمس قبالة سواحل الهند أطلقت من إيران، ما يؤشر إلى توسع مخاطر الشحن البحري إلى ما بعد البحر الأحمر. وهذه هي المرة الأولى التي يتهم فيها البنتاغون علنيا إيران باستهداف السفن منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وأضاف بيان البنتاغون أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات على متن السفينة المملوكة لشركة يابانية، مشيرا إلى أن حريقا نشب على متنها وتم إخماده. وكانت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم قد أعلنت أن مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية تمكنت أمس من إسقاط 4 طائرات مسيرة هجومية كانت تستهدفها في البحر الأحمر. غابت شجرة الميلاد لأول مرة عن الشعائر الدينية لعيد الميلاد بكنيسة المهد في بيت لحم بالضفة الغربية بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة. لأول مرة لا توضع شجرة الميلاد ولن تضاء شوارع بيت لحم، وستقتصر الاحتفالات على الشعائر الدينية فقط. هكذا هو المشهد في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، حيث تلقي الحرب الدائرة في قطاع غزة بظلالها على أجواء احتفالات عيد الميلاد هناك، حيث قررت السلطات المحلية عدم إضاءة شجرة الميلاد في ساحة كنيسة المهد كما هو معتاد، واستبدال ذلك بمجسم لحجم الدمار الذي لحق بقطاع غزة. ويمثل المجسم منزلا مدمرا أطلق عليه الميلاد تحت الأنقاض، في إشارة رمزية للدمار الذي يشهده قطاع غزة نتيجة للقصف الإسرائيلي المتواصل، إضافة إلى تماثيل لعائلة فلسطينية في أثناء النكبة.
في هذا السياق أضيئت الشموع وأقيم القداس في ساحة كنيسة المهد بحضور عدد من رجال الدين والمسؤولين والمواطنين. هذا العمل اليوم يعكس بالتحديد ما يحدث في غزة. نعود إلى أكثر من 2000 عام عندما هربت العائلة المقدسة خوفا من قرار هيرودس ولجأت إلى مصر من أجل الحفاظ على الطفل يسوع. واليوم العائلات الفلسطينية تهجر قصرا من قبل الاحتلال الإسرائيلي من مكان إلى مكان في غزة بحثا عن مكان آمن وإن وجد في غزة. فبالتالي يجب على المجتمع الدولي وقف هذه الجرائم التي ترتكب بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وأيضا في الضفة الغربية. سكان مدينة بيت لحم اعتادوا أن تبدأ احتفالات عيد الميلاد بإضاءة شجرة كانت توضع في ساحة الكنيسة بعلو 8 أمتار تزينها المصابيح، إلا أن هذا العام الأجواء مختلفة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، فضلا عما تعانيه كافة مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية والقدس الشريف جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني. ومن المعروف أن كنيسة المهد تستقبل سنويا ملايين السائحين من كافة بقاع العالم، يقيمون في فنادقها ويتجولون في أزقتها وطرقاتها ويتسوقون من أسواقها ومتاجرها، إلا أنها في الوقت الراهن تعيش حالة من الركود الشامل نتيجة للأحداث الجارية في قطاع غزة والضفة الغربية. أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس جروندبرغ اتفاق الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على خريطة طريق برعاية أممية لوقف إطلاق النار. في أحدث خطوة لإنهاء الحرب المستعرة منذ 8 سنوات، يأتي إعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرغ أن الطرفين المتحاربين في البلاد أعلن التزامهما بوقف جديد لإطلاق النار والانخراط في عملية سلام تقودها المنظمة الدولية كجزء من خارطة طريق لإنهاء الحرب، خارطة طريق تتضمن مجموعة من الإجراءات لتنفيذ وقف إطلاق النار في أنحاء اليمن واتخاذ إجراءات أخرى لتحسين الظروف المعيشية في البلاد والاستعداد للانخراط في عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة. خارطة الطريق تشمل أيضا التزام الجانبين دفع رواتب الموظفين في الجهاز الحكومي واستئناف صادرات النفط وفتح الطرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن ومواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة. الأمم المتحدة من جانبها رحبت بهذه التطورات وتعهدت على لسان مبعوثها الخاص إلى اليمن جروندبرغ بالعمل مع الطرفين لوضع خارطة الطريق موضع التنفيذ. هذه الخطوة تكتسب أهمية خاصة إذ أنها تنهي حال الالتزام بها سنوات من الصراع بين الحكومة اليمنية والحوثيين الذين يسيطرون على شمالي البلاد، وأودى الصراع بحياة مئات من الآلاف وشرد نحو 80% من سكان اليمن الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية، كما أنها تمثل علامة فارقة في إحلال الاستقرار في الشرق الأوسط. وختاما لهذه النشرة تذكرة بأبرز العناوين: الرئيس السيسي يهنئ ملوك ورؤساء دول العالم بعيد الميلاد المجيد. مقتل 8 جنود إسرائيليين في معارك بقطاع غزة يرفع عدد القتلى في صفوف الاحتلال إلى 158 قتيلا منذ بدء العدوان البري. وزارة الدفاع الأمريكية تتهم إيران باستهداف ناقلة مواد كيميائية قبالة سواحل الهند. ختام هذه النشرة، لمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني nile.eg. تحياتي، إلى اللقاء.